حصلت على درجات عالية في الثانوية العامة وحققت نسبة 89%، ولكن الغريب في الموضوع والذي صدمني أنني قد تقدمت بطلب إلى أحد الجامعات والمنح الدراسية التي تمنح للطلبة المتميزين في دولة الإمارات، ولكنني رفضت ولا أعرف سبب الرفض، ولكنني حزنت. ولكن في الوقت نفسه كان هناك صوت يشجعني ويقول لي هذه بداية جديدة لتختاري شيء مميز أكثر. والدتي من أعطتني القوة لأكون شخصاً مميزاً وامرأة إماراتية متحدثة متعلمة متميزة على أرض هذا الوطن، وخاصة أنني فقدت والدي وأنا في سن صغير جداً. اخترت تخصص الأركيتكتشر وهو تخصص العمارة، وكنت من الفتيات المحظوظات. حصلت على منحة دراسية من أحد الجهات الحكومية التي تبنتني. هذه الفرصة لا تتاح لكل الفتيات، وإنما الفتيات التي يحظين بالدرجات العالية والمتميزات، ولكنني أطمح إلى أن تكون هذه الفرصة لجميع الفتيات حتى لا يكون هناك عذر للتخلي عن الدراسة. وقد قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أننا تجاوزنا مرحلة تمكين المرأة في المجتمع، وإننا الآن في مرحلة تمكين المجتمع عن طريق المرأة. هذه الجملة أخذتني إلى صوت أمي التي كانت تشجعني دائماً، وإلى صوت وطن احتضنني وجعلني امرأة تكون فخراً لهذا الوطن، متميزة وتعطي الكثير لرفعة هذا الوطن.